خبر اليوم. خبر اليوم باش نحكيو على الوضع المائي في تونس، الموضوع اللي تكرر الحديث عليه وعديد الخبراء اللي قاعدين يخرجوا توا على امتداد الأشهر وحتى السنوات اللي تعديت الكل في علاقة بالوضع المائي. آخر المعطيات اللي وقع نشرها في اليوم العالمي للمياه حول الوضعية المائية في العالم العربي، تم رصد أزمة مياه في المنطقة العربية اللي تعتبر أفقر دول العالم من حيث الماء. الأمم المتحدة تقول اللي ندرة المياه في العالم باش تسبب صراعات عالمية، 50% من سكان الأرض يعانيوا من نقص الماء، وبحلول 2025 من المتوقع أنه يواجه 1.8 بليون شخص الشح المائي المطلق هذية، وفق منظمة الأغذية والزراعة. التفاصيل على الموضوع هذية وآخر المعطيات والمستجدات متاع الوضع المائي خاصة في تونس، حضر معنا بالهاتف الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية مدام روضة جفراج. صباح الأنوار، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. صباح الخير وإن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا مدام روضة. مدام روضة، آخر تصريحاتك في علاقة بالوضع المائي في تونس، كنت البارح طلبت من رئيس الجمهورية أعلان حالة طوارئ مائية، وقلت أيضا أنه كمية الماء اللي موجودة ما تكفينا كان 70 نهار على أقصى تقدير. الحقيقة التصريح متاعك عمل جدل كبير وخلينا نتسائل على حقيقة الوضع، وخاصة الدعوة متاعك ما هيش الأولى مدام روضة، وعديد الخبراء اللي طلبوا من رئاسة الجمهورية إعلان حالة الطوارئ المائية. بارك الله فيك. اللي قلت البارح أنا مش قصدي باش نحدث الجدل، لكن هذه معطيات علمية اللي ما جبت شيء من رأسي أنا، معناها استندت إلى المعطيات اللي تنشرها كل يوم وزارة الفلاحة في المرصد الوطني للفلاحة، وهذه ما 70 يوم اللي نحكي عليهم من ناحية الماء الصالح للشراب للولايات اللي تتزود بمياه الشمال. يعني كمية الماء الموجودة الناس تحكي عليها عنا في الشمال، نحب نأكد على حاجة مهمة، مش نحكي طوى على المياه السطحية برك، لكن الإشكال راهو عند الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، ويهم كل الموارد المائية اللي هي المياه السطحية والمياه الجوفية اللي تزود عدة مناطق أخرى في الوسط وفي الشمال زادة وفي الجنوب. من ناحية المياه السطحية راهو في الشمال اللي عنا فيه 22 سد، فما السدود ما نجموش ناخذوا منها الماء لامور تقنيه. الملاجة اللي فيه 6 مليون متر مكعب نجموا ناخذوها توا، ما نجموش ناخذوها اعتبارا لنوعيه الماء وكل شيء. في الشمال توا عندنا تقريبا 550 مليون متر مكعب نجموا نستغلوا منها. نستغلوا منها كان 332 علاش 60% برك، خاطر فما كميه نتاع ماء هي تمثل أوحال الساعة ما هيش ماء طين، وفما ماء كمية متاع ماء يلزمها تقعد في السد لحماية المنشأ المائي. هذاك العلم أش يقول من غير ما ندخله في التفاصيل. يعني أنت 332 هذه اللي الدولة التونسية تعطي منها الماء للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ما تنجمش تستعملها لكلها 332. حاجة الأولى عندك التبخر اللي هو مثلا ما بين 15 20% من الكميه هذيك مش يخرج على روحه، هذيك معناها حاجه طبيعيه يلزمنا نقراو حسابه. وفما كيف كيما بربره مثلا ما نجموش ناخذوه الماء خاطر فما مشكله تقنيه في السد، عندك 40 مليون متر مكعب ما تنجمش 46 مليون ما تنجمش تستعملهم للاسف. معناها فما مشكله في في في, في السد نفسه في محطه الضخ ايتترا. دونك الكميه الموجوده توا كيفاش ناخذوا الماء؟ ناخذوا شويه من سيدي سالم ونكملوا من سد سيد البراق، هذوما معناها نقول ان فما الاخرين يعطيوا شويه سجنان وجومين وكل، لكن المهمين هو سيدي سالم وسيد البراق. باهي سيدي سالم كميه الماء اللي فيه توا 46 مليون نجمو نستعملوه. سيدي سالم ما نجموش نشربوا ماء وحده لانه مالح، لازموا يخلطوه بمياه سيد البراق. سد سيدي سالم الناس الكل تعرف المياه المعالجه والغير معالجه تصب في حوض سيدي سالم. صحيح. يعني فما مشكل لتروفيزاسيون، معناها نوعيه الماء تدهورت نتاع سيدي سالم من ناحيه الملوحه ومن ناحيه التلوث. ما يجيكش عجب، معناها قال لي كميه الماء اللي موجوده في سيدي سالم تنجم تصنيف تقول لك يعني عندي ضوابط المياه الخام، اذا عندها نورم
ما نجمش ناخذه تاع سيدي سالم مثلا ونستعمله. تنجم تقول لك لاني انا ما عنديش فكره على نوعيه الماء، وزاره الصحه هي اللي تخرج لنا هذا. واضح. دونك سيدي سالم ما نجمو نستعملوا ماء الا ما نجيبوا له شويه ماء من سيد البراق باش نخلطوه بيه باش نعالجوا الملوحه، نقص نطيحوا في الملوحه ونحسنوا في نوعيه الماء. الاشكال اللي عندنا الاخر اللي هو التقني بحت، اللي هو الماء من سيد البراق يمشي لست سجنان، ومن ست سجنان يضخ الماء باش يوصل القناة المجرى دكابون. القنوات اللي تضخ الماء من سجنان القناة المجرى دكابون عندها طاقة استيعاب ما تنجمش تفوتها، ما تنجمش تفوت 760 800 ألف متر مكعب في اليوم. يعني حتى كان عندك برشا ماء في أقصى الشمال ما تنجمش تعديه من القنوات هذوك. هذا مشكل تقني بحت. مش لازم نزيد ندخل في التفاصيل، معناتها حضر جناب الوزارة، حضر جناب الرئاسة، وحضر جناب رئاسة الحكومة، أراه مش عندك ما في السد تنجم تستعمله، فما عدة اعتبارات تقنية وعلمية أخرى لابد أخذها بعين الاعتبار من ناحية كمية الماء الموجودة في كل سد، لأني فما منظومة هي تشتغل، مش هكاك وبرا، مش فما الماء زي يتهز والماء يزم يتهز ويتحط في محطة معالجة وبعد تالي يتنظف ويمشي للريزرفوار وللقنوات. هذه ليتا دو ليو في علاقة بالوضع المائي مدام روضة، مهم جدا المعطيات خاصة التقنية اللي حكيت عليها باش الناس تفهم حقيقة الوضع. أنت طلبت إعلان حالة الطوارئ المائية، خلينا نفهم شنية معلاها حالة الطوارئ المائية، ومن المفروض إذا كان وقع إعلان الحالة هذه شنية البروتوكول وإلا شنية الاستراتيجية اللي تصير داخل الدولة؟ شوف مدام، راهو من مارس، من شهر مارس اللي تعدى نعرفوا اللي الأمطار صعب باش تهبط في أفريل وفي ماي وجوان وجبيلة، هذا نعرفوه حاجة معتادة، معناه هو معناها قلة الأمطار ولا تلما ريكيران تالي، ولينا ما عادش نحكيو بالمعدلات، فهمت؟ معناها من مارس الدولة حقق ذات قرارات. هو أنا علاش نطلب في حال الطوارئ؟ لأن كمية المال اللي عندنا ضعيفة جدا، وما تنساش اللي هالأرقام اللي نعطيك فيهم فما البريسيزيون تو دو بريسيزيون 20%، معناها كي نقول لك 300 ينجم يكونوا 250، معناها 240، راهو ما فماش دقة معناها 100% تاع المعطيات اللي نعطيو فيها. الدولة آني سؤالي للجمهورية التونسية الكل، اش مش تعمل منا شهرين اخرين اذا كان ما فمش ماء؟ شنو هو الحل اللي الدولة لقاته باش تأمن الماء للسبيطارات وللمجامع للجامعات وللمؤسسات ذات السيادة اللي ما تنجمش تعيش من غير ماء؟ اش مش تعمل لها؟ هذه حاجة. ثاني حاجة، اراه السونات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وقت اللي الدولة التونسية ما تعطيهاش المياه الكافية باش تشغل محطات التنظيف نتاعها، راهي التكلفة نتاع الماء تطلع برش. يعني انت عندك محطة تخدم مثلا ب 100 متر مكعب في اليوم، انت مش تخدمها 50 ولا 70، كلفة الماء مش تزيد. كيفاش تواجه السونات كلفة الماء هذه وقت اللي هي مطالبة باش تحسن الخدمات ومطالبة باش تجدد القنوات باش تنحي الضياع؟ ايش نعملوا لها؟ نخليوها غارقة هكاك ونقولوا لها اعطينا الماء وكهو؟ ايش نعملوا في العباد اللي تهز في الماء من سدود ولا من وديان وتهز في الماء من ابار عميقة وتبيع فيها بالسيتيرنات؟ ايش نعملوا لهم وقت اللي بيع الماء ممنوع بالقانون؟ ايش نعملوا لهم هذوما؟ كيفاش تنجم السونات تتأمن الماء بتاع المائدة المائية لعدة مناطق وقت اللي الآبار العشوائية ماشية وتزيد، والناس حتى اللي عندها آبار مرخص بها قاعدة تبيع في الماء اللي هو ممنوع بالقانون؟ كيفاش تأمن السونات الماء نتاعها اللي الجوفي اللي هو باش تنجم تعطي للمواطنين؟ عندك انت بئر عميقة تكون تعطي في 20 لتر في الثانية تولي تعطيك 15، من مش تجيبها الخمسة الأخرى؟ مش تجيبها؟ ما عندك حتى حل آخر. قولوا لي عملنا التحلية، صحيح عملنا التحلية لكن غير كيف. علاش؟ ونعاود نقولها يا سيادة الرئيس، راهو إذا كان ما نأمنوش الماء للفلاحة من رابع المستحيلات باش تأمن الماء الصالح للشرب، لأن المواطن التونسي اللي هو مواطن بسيط وإلا فلاح مش ياخذ أي ماء باش يحمي الكابيتال نتاعو اللي هو شجرته واللي هو وقوته وقوت ولاده. احنا في وضع للدولة التونسية في الوضع الحالي بتاع التغيرات المناخية وازدياد درجة الحرارة وتدهور حالة التربة، راهو كنقولوا تغيرات المناخية ما نحكيوش على شوية ما في السد ما فمش.
راهو ازدياد درجة الحرارة، توتال ازدياد نيكوسيستيم. التبخر اللي هو ظاهرة طبيعية جدا وما نجموش نحدو منها. راهو إذا ما فماش تبخر ما فماش أمطار. تدهور حالة التربة، التربة ما اللي هي معناها ننجو منها واللي هي أكبر خزان يشد الماء وقت اللي تصب الأمطار. يعني أمراض معناها فيروسات بكتيريات جديدة قاعدين نشوفوا، هذا التغير المناخي. هذا الكل التغير المناخي، مش شوية ناس بتصدق ومش مجرد مصطلحات قاعدين نحكي عليها. الحالة هذه وقت اللي يصير حاشيكم باراليزي والسونات ما عندهاش ماء، الدولة ما عطاتهاش ماء ولا مش نعملوا. السيد الرئيس يلزم يعني حالة الطوارئ، باش كان يلزم يهبط الجيش باش يحمي المنشآت المائية، باش يحمي من العباد اللي قاعدة تبيع في الماء على اليمين وعلى اليسار، تبيع الدولة الماء وتدخل الفلوس الدولة مش المواطنين يبيعوا في الماء. ولهنا باش نتفاعل معاك مدام روضة، وانت خبيرة في السياسات المائية اليوم، معناها انت الوضع يعني حسب توصيفك لي يعني وضع خطير برشا في علاقة بالوضع المائي في تونس، لكن اليوم شنية الحلول الممكنة على الأقل باللي موجود عنا باش نجمو على الأقل نحدو شوية من المخاطر اللي قاعدة تنتظر فينا في قادم الأيام؟ لا رانا، انت ذكري حضرتك حكيت على وضع تونس والمنطقه العربيه والمنطقه شمال افريقيا، احنا في وضع الشح الماء المطلق، كنا بالون فرونسي لا بينيري دو ابسولو. عندنا اقل من 400 متر مكعب للفرد الواحد، وكميه الماء اللي موجوده مالحه وما تصلح حتى الشيء. تقولي انت تو شو نجمو نعملوا؟ شو نجمو نعملوا تو؟ الموارد اللي عندنا، الطريف اللي عندنا، يلزمنا نستعملوها بحكمه ونعاون الصناد في طريقة توزيع الماء، ونعاون المندوبيات الجهوية بالجرارات نتاعها بكل شيء باش توصل الماء للعباد. راهو فما مناطق حتى الصناد ما عادش نجم توصل لها الماء، لأن الضغط وكمية الماء والضغط في القنوات غير قادر باش يوصل الماء للعباد الكل. الناس اللي تخمم باش تشرب الماء 24 ساعة على 24 ساعة وتحل السبالة تلقى ماء، هذيك نيات ما عادش. يلزم معناها تصرف آخر، ونعاون الصناد ونشوف شنو ما كيفاش الصناد تنجم معناها بالكميه الماء كيفاش تتشغل المنشآت نتاعها الساعه. خاطر فما قنوات، راه القنوات الصناد تعطي الماء بالانسيابي، الماء يهبط لكن مضخوخ، معناها فيه بريسيون جايه من الخزان، اذا كان الخزان يبدا مش معبي البريسيون الضغط ما يخليكش الماء يطلع لك الخمس طاق والست طاق والسبع طاق، ما يطلعش. مش نعمل باش نمشيو نشريو توا ديسير بريسير باش نعليو الماء باش يطلع الماء الفوق، يلزمو الطاقه. علاش نحكي لك على كلفه الماء؟ راهو المشكل مش كان ماء بركه، الوضع هذايا الماء اللي عندنا توا شويه بالكل. باه يا سيدي، هات نقولوا الناس تو تفهم وصلنا تو تلقى حل، ونوليو في بقعت عندك الماء من عرش يعني 10 سوايع في النهار، ولا عندك الماء 5 سوايع برك. لكن منا شهرين اخرين مش مستعمل، راهو في الماء ما تنجمش تستنى رحمه ربي. صحيح ربي يرحمنا، وين النهار الكل واني ندعو كله يا ربي غيثنا يا ربي غيثنا يا ربي، لا حال لا قدره لنا باش نواجهوا المشاكل هذه اللي هي خارجه عن نطاق، راهي جايه من التغيرات المناخيه الكل. ايش مش نعمل منا شهرين اخرين يا اخي؟ نقعد نستنى، لازم عندي حل. اذا كان منا شهرين اخرين سيدي سالم، راهو منا شهر اخر تو يسكروه، اخر الشهر هذا ولا اول سبتمبر صابش الامطار سيدي سالم مش يتسك، ما عادش نجموا تاخذوا منه الماء. ايش مش تعملوا في الوقت؟ نقول لما لا غالب ارحمنا ربي، يلزم من توا نخمم، يلزم من توا نجيب موارد اخرى، الموارد اخرى وتوا ونعتبروا روحنا وي تجي من حاله واحده يقتني معناها محطات تحليه متنقله، هذيك اللي معناها نجم تحطها في اي منطقه، ويكون المعدات هذية من النوع الاستراتيجي. يعني وقت اللي عندي جفاف وما عنديش مياه سطحيه نحل الماء باش نجم نشرب العباد. راهو من انسان ما نجمش يقعد من غير ماء. الناس معناها اللي يقدروا، كان جينا بوفيلي وكان جينا مرض وكان جينا حاجه، ايش باش نعملوا؟ هذيك علاش الوضع الحالي هو وضع استثنائي وما نجمش نواجهوه بالقوانين العادية نتاع وضع عادي من المستحيلات. وزارة الفلاحة اللي هي وزارة المياه غير قادرة بالمعدات اللي عندها، بالأشخاص اللي عندها، بالموارد المالية اللي عندها، بكل شيء باش تحد من المشكلة هذه. هذاك علاش سيادة رئيس الجمهورية هو اللي خرج قرارات استثنائية باش نحميو الموارد. الناس قاعدة تعتدي على المنشآت المائية، راهو من رابع المستحيلات باش تحط عساس على كل حلقوم وعلى كل طرمبة وعلى كل بانا وعلى من رابع المستحيلات. واضح مدام روضة القفراشة، استثنائي يلزمنا نقروا اللي هو
هو وضع استثنائي ورئاسة الدولة وقت اللي تعلن حالة الطوارئ النجم نتجه للمؤسسات العالمية للناسيون زوني اللي تحب انت باش ناخذوا فلوس حقنا هذا باش ينجم يعاون الفلاح خاطر الفلاح تقول له ما نعطيكش ما نجمش يكتفي بيه وما يزيد راس عنده عائلة وراه عنده ولاد وتقرا يعني منظومة كاملة هي باش متأثرة بالوضع هذا وللأسف مدام روضة وهذه صيحة فزاعة طلقتها أنت ونطلقوها الكل في علاقة بالوضع لكن للأسف حتى على مستوى الممارسات متاع المواطن التونسي ورغم الحديث هذايا ورغم معلمتي ديد من مارس كما قلت أنت والخبراء قاعدين يدعيوا الإعلان حالة الطوارئ المائية وقاعدين نحكيوا على الشح المائي وقاعدين نحكيوا على قلة الموارد اللي عنا وتأثيرها على الوضع الكل لكن اليوم للأسف ما زلنا قاعدين نراو التونسي قاعد يبذر في الماء ما زلنا نراو في الـ في الـ في, الـ في التونسي بارتو ما هوش قاعد مقدر قيمة النعمة اللي عنده هذاك علاش نقعدوا ديما حتى بحملات التوعية حتى بحملات التحسيس لكن للأسف لليوم ما زلنا ماناش قادرين نستوعبوا مدى خطورة الوضع اللي عنا في تونس كل الشكر ليك مدام روضة جبراج الخبيرة نضيف كلمة باركة تفضلي ويلزم الناس الكل يلزم الدولة تقرب حالة الطوارئ راه كي تقولوا روضة الجفراج مش كيما يقولوا سيدي رئيس الدولة ولا وزير الفلاحة راه مش كيف في زمنا نتكلموا الناس الكل نفس اللغة نفس اللونجاج مش واحد يهول والاخر يقول لا لاباس وربي يرحمنا ايه ربي يرحمنا مش تعمل غدوة يلزم هيك علاش المواطن يفيق وقتها يفيق بالحق اما كان كل واحد يقول له هاو الصد معبدي فيه 100 مليون والاخر يقول له هاو فايض والاخر يقول له فما الماء سيد الرئيس مشي الناس دخلت على السونات بالزال تحلي الماء هاو السيد الرئيس قال فما الماء وريناهم نفهم والناس الكل نفهموا للوضع صعب وراهو معناها ما ينجموا حتى حد ويلزمنا هي حالة استثنائية يزم وضع استثنائي يزم ترشيد الماء يزم الناس تفهم ما تضيعش الماء لكن بآليات مش بكلام برد واضح هذه صيحة فزعة من الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية روضة الجفراج في علاقة بالوضع المائي وإن شاء الله يربي تتفاعل السلطات المعنية في علاقة بالموضوع هذية طالما أنه فما إمكانية أنه نجيبوا ديفونف فما إمكانية أنه من المنظمات الدولية العالمية وحقنا أنه تكون عنا على الأقل دعم في علاقة بالوضعية المائية نشكرك برشا مدام روضة وكانت هذه أخبار اليوم.